بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، وبعد إخوة الإسلام، فهذا هو المجلس 91 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى، المنعقد في رحاب البيت الحرام في هذا اليوم الخميس 22 من شهر ربيع الآخر سنة 46,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ملتمسين في ليلتنا المباركة هذه ليلة الجمعة ومن رحاب البيت الحرام في هذه البقعة الطيبة الطاهرة المباركة، نلتمس صلوات ربنا جل وعلا علينا ونحن عباده المساكين الضعفاء، وإنما نلتمس صلاة ربنا علينا بصلاتنا وسلامنا على نبينا وإمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، صلى عليك الله يا نور الهدى، ما أشرقت شمس بوضح نهاري، صلوا عليه وسلموا عدد الورى، ما جن ليل مظلم الأستار، صلوا على الهادي الأمين وآله، ما طاف حول البيت من أطهار، صلوا على المبعوث فينا رحمة، ما أبحرت سفن بعرض بحاري، صلى الله عليه وآله وسلم. نتم في مجلسنا هذا أيها المباركون ما وقف الحديث عنده منذ ليلتين ماضيتين في أسبوعين قد مضيا في هديه عليه الصلاة والسلام في صلاة الضحى، وقد وقف بنا الحديث في ذكر المذاهب الأربعة لأئمة الإسلام في الجمع بين الأحاديث التي أثبتت صلاته عليه الصلاة والسلام للضحى والأحاديث التي نفت ذلك كما تقدم في المجالس الماضية، ونتم في بقية هذا الفصل مطلع مجلسنا هذا سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وجدها لا تدل إلا على هذا القول. على هذا القول يقصد القول الرابع الذي ختم به الأقوال الأربعة الواردة في المسألة، وذلك أنه أورد رحمه الله تعالى لأهل العلم في المسألة، يعني في سنية صلاة الضحى، أورد فيها أربعة أقوال. القول الأول، وهو الذي عليه الفقهاء وجماهير العلماء، أن صلاة الضحى سنة مطلقة، وهي التي كان عليها قول جل فقهاء الإسلام عملا بما فيها من الفضائل وما ورد في شأنها من النصوص. والقول الثاني الذي يقابلها، الذي غلب جانب النفي ورأى أن صلاتها ليست مشروعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حث عليها وأورد في فضلها ما ورد، لكنه استقر الأمر على تركها كما جاء في نفي أمنا عائشة رضي الله عنها وبعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا. والقول الثالث ذهب إلى أن صلاة الضحى تستحب غبا، يعني تفعل أحيانا وتترك أحيانا، وهذا القول أيضا أورده المصنف رحمه الله تعالى فيما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير ومنصور وإبراهيم النخعي رحم الله الجميع. والمذهب الرابع الذي رجحه المصنف ووقف عنده الحديث ليلة الجمعة الماضية، أن صلاة الضحى إنما تكون سنة إذا ورد لها سبب، فإن كان ثمة سبب كانت صلاتها سنة وإلا فلا، وأن الأحاديث التي وردت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للضحى كانت ذوات أسباب، فصلاته في بيت أم هانئ
رضي الله عنها 8 ركعات في الضحى يوم الفتح إنما كان لأجل الفتح، فهي سنة الفتح لا صلاة لوقت الضحى خاصة، وإنما وافق وقت صلاة الضحى. وصلاته في بيت عتبان بن مالك رضي الله عنه الذي طلب منه والتمس أن يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم وقع في ضحى موافقة، لكنها صلاة كانت ذات سبب لما طلب منه الرجل أن يصلي في موضع يتخذه مصلى له لما تعذر عليه الإتيان إلى مسجده عليه الصلاة والسلام. وهكذا في قدومه من سفر وزيارته لغيره، وكذا إتيانه مسجد قباء كل سبت والصلاة فيه كان يوافق وقت الضحى. فهذا الذي رجحه المصنف رحمه الله، أن ما كان يفعله الصحابة يدل على هذا. كان ابن عباس رضي الله عنهما يصليها يوما ويدعها 10، وابن عمر رضي الله عنهما لا يصليها، فإذا أتى مسجد قباء صلاها. فرجح رحمه الله هذا القول الذي وقفنا عنده، فقال: ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وجدها لا تدل إلا على هذا القول، يعني الذي رجحه وهو رابع الأقوال في المسألة. أحسن الله إليكم. وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها، فالصحيح منها كحديث أبي هريرة وأبي ذر لا يدل على أنها سنة راتبة لكل أحد. يقصد بحديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما ما تقدم في حديث كل منهما بقوله: أوصاني خليلي، أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها ركعتي الضحى. قالوا: فهذه وصية خاصة ما أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام عامة أصحابه، ولا أوصى بها أبا بكر وعمر ولا عثمان وعلي وغيرهم من الصحابة. وكونه عليه الصلاة والسلام يخص بهذه الوصية أفرادا منهم، فهذا يدل على قصدهم لسبب، وهذا يدل على عدم سنية صلاة الضحى مطلقة. هكذا يقرر رحمه الله تعالى. نعم. وإنما أوصى أبا هريرة بذلك لأنه قد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة، فأمره بالضحى بدلا من قيام الليل، ولهذا أمره ألا ينام حتى يوتر، ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة. هذا ترجيح المصنف رحمه الله، وهو كما تقدم فيما رآه راجحا بحسب ما أداه اجتهاده. فإن قال قائل: طيب أنا ماذا أفعل؟ أنا ما زلت أحافظ على سنة الضحى وأجتهد في الإتيان بها، فهل أتركها؟ الجواب رعاكم الله، أن من فتح الله تعالى له باب طاعة وخير وعبادة فليلزمه، فإنه خير عظيم وأجر كبير. كيف وقد جاء في صلاة الضحى ذاكم الحديث الذي سمعتم، كما أخرج الإمام مسلم في الصحيح رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. أوجب الله عز وجل على كل عبد من عباده أن يتصدق على كل سلامة، على كل مفصل من مفاصل جسده، البالغ عددها 360 مفصلة. قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وعدد عليه الصلاة والسلام ألوانا مما يعد صدقة يؤدي بها العبد الصدقات الواجبة على مفاصل جسده كل يوم، إلى أن قال في بعض الروايات عليه الصلاة والسلام: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة. قال: الكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. فربما قال قائل: لكني أخشى أن ذلك لا يبلغ في يومي وليلتي 360 حسنة أو صدقة. والله عز وجل قد أوجب: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هاتان ركعتان تؤدي عنك،
فلو قصرت في التصبيح في التسبيح والتكبير والتهليل وخطوات المشي إلى المساجد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر وجوه الإحسان التي تعد صدقات، لئن قصرت بك الطاعات والحسنات عن بلوغ ذلك فهذا ضمان وأمان. ولهذا قال الأئمة كابن عبد البر رحمه الله: هذا أبلغ شيء في فضل صلاة الضحى. ويقول ابن العربي رحمه الله: هي صلاة الضحى التي من أتى بها كان من الأوابين، قال: وحمى 360 مفصلا من النار، لأنه أدى صدقتها وأخرج ما يستوجب به صيانتها من عذاب الله عز وجل. فهذا الحديث وأمثاله يا كرام من العمومات التي لا تساعد على ما رجحه المصنف رحمه الله أنها صلاة لا تكون إلا ذات سبب. فهذا متكرر كل يوم، والحديث عام، وهو من أصح الأحاديث، بل هو أبلغ ما روي كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى. فعموم الأحاديث التي جاءت في فضل صلاة الضحى تثبت سنيتها. ثم وصيته عليه الصلاة والسلام لأبي ذر، ووصيته لأبي هريرة رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة. من الذي يستطيع أن يقول هذه الوصية تخص أبا هريرة وتخص أبا ذر؟ أليس وصيته عليه الصلاة والسلام لأحد من أصحابه وصية لكل الأمة؟ الجواب بلى. أما جاءه رجل فقال: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. ما قال أحد: الوصية بترك الغضب هي ذلك الرجل خاصة. لا، هي لكل الأمة. أبو بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني، سأل لنفسه: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ما قال أحد: هذا الدعاء خاص لأبي بكر لأنه هو الذي سأل فعلمه إياه. فالقاعدة إذن يا كرام أن أحدا من الصحابة لو جاء فسأل وتعلم واسترشد أو أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام من غير سؤال، كما في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة، كما قال لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فوصيته عليه الصلاة والسلام للواحد من أصحابه هي وصية للأمة جمعاء، تسترشد بها وتستنير بها وتقتبس من نورها وتصيب من حسناتها. سواء كانت الوصية بسؤال وطلب كما قال الرجل: أوصني، قال: لا تغضب، أو من غير سؤال كما قال لأبي هريرة رضي الله عنه أوصاه بثلاث وأوصى أبا ذر رضي الله عنه. فالقول إذن بأن هذا شأن لا يعم جميع الصحابة لا يتجه ولا يستقيم مع عموم أحاديثه التي أوصى بها صلى الله عليه وسلم الأمة كلها. فعلى العموم، من كتب الله له المحافظة على صلاة الضحى فهو باب خير. وتقدم بكم يا كرام أن هذا هو مذهب الأئمة الأربعة الفقهاء رحمة الله عليهم جميعا، القول باستحباب سنة الضحى مطلقة، سواء كانت لسبب أو لغير سبب، قدم من سفر أو كان مقيما، متى وجد في يومه في نهاره في وقت الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى ما قبل زوالها، متى وجد متسعا وفسحة لصلاة الضحى فلا يفوتنه الأجر العظيم. فقد أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على من أداها في ذلك الوقت بقوله: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني في وقت اشتداد الحر وارتفاع الشمس. نعم، أحسن الله إليكم. وعامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال، وبعضها منقطع وبعضها موضوع لا يحل الاحتجاج به. يريد يقول رحمه الله إن أحاديث فضل صلاة الضحى التي وردت في فضيلتها فضيلة عامة مطلقة أكثرها ضعيف، والصحيح منها يسير، كمثل حديث يصبح على كل سلامة، هذا حديث صحيح، كمثل حديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صحيح، كما في حديث ابن آدم: اكفني 4 ركعات في النهار أكفك آخره، أيضا حديث صحيح. لكن كثير من الأحاديث التي يذكرها بعض الفقهاء وترد في كلام أهل العلم في فضل صلاة الضحى ضعيف، وسينقد المصنف رحمه الله جملة من تلك الأحاديث الموضوعة كذبا على رسول الله عليه الصلاة والسلام،
أو التي اشتد ضعف إسنادها فلا يتقوى بحال، أوردها للتنبيه عليها. وليأيد رحمه الله ما ذهب إليه أن صلاة الضحى لا تستحب مطلقا، لأن الأحاديث التي وردت في تفضيلها أو فضيلتها مطلقا في إسنادها نظر، لكن هذا إن صدق على جل الأحاديث فتبقى جملة منها صحيحة لا مطعن فيها كما تقدم قبل قليل. نعم. أحسن الله إليكم. وعامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال، وبعضها منقطع وبعضها موضوع لا يحل الاحتجاج به، كحديث يروى عن أنس مرفوعا: من داوم على صلاة الضحى ولم يقطعها إلا من علة، كنت أنا وهو في زورق من نور في بحر من نور. هذا الحديث مكذوب ولا تحل روايته، منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وضعه زكريا بن داويد الكندي عن حميد، عن حميد. هذا الحديث إذن حديث في راويه في إسناده راو كذاب، والمحدثون متى وجدوا حديثا كان في إسناده راو متهم بالكذب يحكمون على الحديث بالوضع، لأن هذا لا يؤمن، ووجود الكذاب في إسناد رواية حديث تجعله من الأحاديث الموضوعة. نعم. أحسن الله إليكم. وحديث يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد، عن عبد الله بن جراد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى منكم صلاة الضحى فليصليها متعبدا فإن الرجل ليصليها السنة من الدهر ثم ينساها ويدعها، فتحن إليه كما تحن الناقة إلى ولدها إذا فقدته. هذا أيضا من الأحاديث الضعيفة جدا بل الموضوعة، لأنها من نسخة كما سيبين المصنف موضوعة في أحاديثها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من صلى منكم صلاة الضحى فليصليها متعبدا فإن الرجل ليصليها السنة من الدهر ثم ينساها ويدعها، فتحن إليه كما تحن الناقة إلى ولدها إذا فقدته. وسيذكر آفة هذا الحديث في سنده. نعم. أحسن الله إليكم. ويا عجبا للحاكم، كيف يحتج بهذا وأمثاله؟ لأن الحديث مما أخرجه الحاكم رحمه الله في جزء حديثي أفرده لفضل صلاة الضحى، فجمع فيه من الروايات والأسانيد كل ما وقف عليه مما يرويه المحدثون في هذا الباب، ومنها أحاديث شديدة الضعف أو موضوعة كهذا الحديث. فانتقد المصنف رحمه الله صنيع الإمام الحاكم، قال: كيف يورد هذا الحديث محتجا بما في سنده من رواية يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد؟ نعم. قال: ويا عجبا للحاكم، كيف يحتج بهذا وأمثاله؟ فإنه يروي هذا الحديث في كتاب أفراده للضحى. وهذه نسخة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني نسخة يعلى بن الأشدق. إذا اجتمع مجموع روايات في نسخة حديثية أو جزء حديثي يسميها المحدثون نسخة، يتداولها المحدثون، فبعض النسخ الحديثية صحيحة السند ويعتني المحدثون بتحصيلها وروايتها والاستجازة بها كما في صحيفة همام بن منبه، وبعض الصحف الحديثية ليست بذاك، بل بعضها موضوعة كنسخة يعلى بن الأشدق. ويعلى بن الأشدق يروي هذه النسخة عن عمه عبد الله بن جراد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أحاديث كثيرة منكرة، ولذلك نقدها العلماء وبينوا ضعفها. فأي حديث يرويه يعلى بن الأشدق عن عمه عبد الله بن جراد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا مما يستبعده المحدثون، وهذا منها. قال ابن عدي روى يعلى بن الأشدق عن عمه عبد الله بن جراد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة منكرة، وهو وعمه غير معروفين،
يعني يقصد أن يعلى بن أمية وعمه عبد الله بن جراد ليسوا معروفين عند المحدثين، فتقع هذه الرواية عنهم في غير توثيق ولا إسناد. أحسن الله إليكم. وبلغني عن أبي مسهر، القائل ها هنا هو ابن عدي، لأن المصنف رحمه الله ناقل عنه، وابن عدي انتقد في كتابه الكامل في الضعفاء، انتقد هذه النسخة في ترجمته ليعلى بن الأشدر، فالكلام له. قال وبلغني عن أبي مسهر، قال وبلغني عن أبي مسهر قال قلت ليعلى بن الأشدق ما سمع عمك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال جامع سفيان وموطأ مالك وشيئا من الفوائد. هذا يريدونه استظرافا، ويعني مما يضحك من بلواه ويستغرب أيضا من عجيب ما يدل على عدم صحة القائل فيه. يروي الحديث عن عمه عبد الله بن جراد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل له ما سمع عمك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول جامع سفيان وموطأ مالك وشيئا من الفوائد. هذا لا يقال جوابا في من سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيدل على أن الرجل ليس من أهل العلم ولا من المحدثين ولا ممن يعرف شأنهم وسبيلهم في رواية الحديث، فجعل ما يتناقله المحدثون في الرواية عن شيوخهم مثله فيما يرويه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى إقحامه هذه المصنفات الحديثية جامع سفيان وموطأ مالك في اعتباره مما سمعه عمه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا من المتعجب في إراده، فيما نقله ابن عدي عن أبي مسهر. نعم. أحسن الله إليكم. وقال أبو حاتم بن حبان، ابن حبان لقي يعلى عبد الله بن جراد، فلما كبر اجتمع عليه من لا دين له، فوضعوا له شبيها بمئتي حديث، فجعل يحدث بها وهو لا يدري، وقد قال له بعض مشايخ أصحابنا أي شيء سمعته من عبد الله بن جراد؟ فقال هذه النسخة وجامع سفيان لا تحل الرواية عنه بحال. ختم المصنف رحمه الله بهذا النقل عن الإمام ابن حبان، وهو أيضا ممن نقد هذه النسخة الحديثية في ترجمته ليعلى بن الأشدق في كتابه المجروحين. قال لقي يعلى يعني ابن الأشدق عبد الله بن جراد، فلما كبر يعني يعلى لما كبر في السن اجتمع عليه من لا دين له، فوضعوا له شبيها بمئتي حديث، وهي مجموع ما في تلك النسخة المزعومة، فجعل يحدث بها وهو لا يدري، كبر ولم يعد يدرك ولا يعقل، فصاغوا له أحاديث مختلقة مكذوبة مفترى، فجمعوها في الصحف ووضعوها بين يديه بحيث يحدث بها من دخل عليه وأتى إليه يطلب الحديث، فجعل يحدث بها وهو لا يدري أنه ما سمعها ولا قبل له بها. فلما قال له بعض المشايخ أي شيء سمعته من عبد الله بن جراد، لأنه لا يدرك، فقال هذه النسخة، قالها وهما وهو لا يعرف ما فيها. قال وجامع سفيان، ولهذا قال ابن حبان لا تحل الرواية عنه بحال. فالمقصود من هذا الاستطراد من المصنف رحمه الله أن يبين حديث من صلى منكم صلاة الضحى فليصليها متعبدا إلى آخره، أنه حديث من تلك النسخة المزعومة الموضوعة كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل حديث من تلك النسخة الحديثية فلا يلتفت إليه ولا يعتبر به بحال أبدا، لأنه من تلك النسخة التي يرويها يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وكذلك حديث عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان، حديث عائشة المتقدم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى 12 ركعة، وهو حديث طويل ذكره الحاكم في صلاة الضحى، وهو حديث موضوع المتهم به عمر بن صبح. هذا ثالث الأحاديث التي ينتقدها المصنف رحمه الله فيما تروى فيها فضائل صلاة الضحى، وهي من الأحاديث التي لا تصح
وقد تقدم حديث طويل كان عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى 12 ركعة، وأورد فيها ذكرا طويلا وحديثا فيه فضائل. قال هذا الحديث أيضا موضوع المتهم بوضعه أحد رواته وهو عمر بن صبح، وسيذكر نقد المحدثين لروايته. أحسن الله إليكم. قال البخاري: حدثني يحيى بن علي بن جرير. الصواب كما بين المحقق أن البخاري قال حدثني يحيى عن علي بن جرير، وقد وقع في بعض النسخ سهوا بدل عن ابن، فأوهم أنه يرويه عن يحيى بن علي وهو عن يحيى عن علي بن جرير. نعم. قال سمعت عمر، قال سمعت عمر بن صبح يقول: أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عدي، وقال ابن عدي، وقال ابن عدي منكر الحديث. وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب منه. وقال الدارقطني: متروك. وقال الأزدي: كذاب. إذن هذه جملة من أئمة الحديث ونقاده يتهمون عمر بن صبح. هذا ابن عدي يقول منكر الحديث، وابن حبان يقول يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب، ويقول الدارقطني متروك، ويقول الأزدي كذاب. فما تجتمع المحدثون على اتهام راوي أصبح ساقط الحديث، لا تحل رواية حديثه، وهذا أحدها. أحسن الله إليكم. وكذلك حديث عبد العزيز بن أبان عن الثوري عن حجاج بن فرافصة عن مكحول عن أبي هريرة مرفوعا: من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه ولو كانت بعدد الجراد أو وأكثر من زبد البحر. على شفعة الضحى يعني على ركعتي الضحى. والحديث بهذا اللفظ أيضا من الأحاديث الضعيفة التي أوردها المصنف رحمه الله لنقدها. قال: ذكره الحاكم أيضا. وعبد العزيز هذا قال ابن نمير هو كذاب، وقال يحيى ليس بشيء، كذاب خبيث يضع الحديث. وقال البخاري والنسائي والدارقطني متروك الحديث. إذن هذا أيضا تضعيف لراوي الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى، وهو عبد العزيز الذي يروي الحديث ابن أبان في سنده عن الثوري. نعم. أحسن الله إليكم. وكذلك حديث النحاس بن قهم عن شداد عن أبي هريرة يرفعه: من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. هذا حديث في لفظه كالسابق، إلا أن الأول وقد بينه المصنف رحمه الله من حديث أبي هريرة بسنده عن عبد العزيز بن أبان، وهذا أيضا عن أبي هريرة لكنه بسنده عن النحاس بن قهم الذي أيضا هو مضعف في هذا الحديث وكلام المحدثين آت فيه. أحسن الله إليكم. قال: والنحاس هذا، والنحاس هذا قال يحيى ليس بشيء، ضعيف، كان يروي عن عطاء عن ابن عباس أشياء منكرة. أشياء، أشياء منكرة. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عدي: لا يساوي شيئا. وقال ابن حبان: كان يروي المناكير عن المشاهير ويخالف الثقات، لا يجوز الاحتجاج به. يروي المناكير عن المشاهير، يقصد المحدثون بمثل هذه العبارة أنه يروي الأحاديث المنكرة فيجمعونها على مناكير عن المشاهير، يعني يضعون في أسانيد الرواية بعض الرواة المشهورين بالحديث تغريرا بأهل العلم، وليظنوا أن هذا مما يروج عليهم، فإذا وضع في سند الرواية اسما لبعض المحدثين الثقات أوهم أن هذا من الأحاديث التي يشد بها على اليد ويعتضد بها، لكن المحدثين يفطنون لذلك كله ويعرفون مخارج الحديث ومداخله وما يصح من الإسناد وما لا يصح. وكم في القصص مما تعمد فيه بعض الأفاكين اختلاق أحاديث أو نسبة أسانيد إلى متون تركب عليها ليست لها، فيعرف ذلك نقاد الحديث وأئمته الكبار، يكشفون زيف ذلك ويعرفونهم، كانوا حفاظا رحمة الله عليهم، وأحدهم كان في حفظه من مئات الألوف من الأحاديث ما يدرك معه من الوهلة الأولى بسماع الإسناد إذ يساق فيه الرواة
يعرف موضع الخلل فيه. فإذا ركب سند صحيح على متن ليس من رواية هذا السند تبين له مباشرة، فحمى الله عز وجل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأمثال هؤلاء الأئمة محدث الأمة رحمة الله عليهم، الذين كانوا حصناً حمى الله تعالى بهم السنة في الرواية فبقيت محفوظة، ما دخلها ما أراد الأفاكون بتضعيف الرواية وخلط السنة بما لا يصح أو إيراد شيء في الدين لم يأتي به وحي، فكل ذلك مما حمى الله تعالى به دينه تحقيقا لوعده الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أحسن الله إليكم. وقال الدارقطني: مضطرب الحديث، مضطرب، مضطرب الحديث تركه يحيى القطان. وأما حديث حميد بن صخر عن المقبري عن أبي هريرة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، الحديث وقد تقدم. فحميد هذا قد ضعفه النسائي ويحيى بن معين ووثقه آخرون، وأنكر عليه بعض حديثه، وهو مما لا يحتج به إذا انفرد، والله أعلم. صد الحديث الذي مر معنا ليلة الجمعة الماضية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فأعظم الغنيمة وأسرع الكرة، فقال رجل: يا رسول الله، ما رأينا بعثا قط أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث. فقال: أنا أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة. رجل توضأ في بيته فأحسن وضوءه، ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه صلاة الغداة. ما صلاة الغداة؟ الفجر. ثم أعقب بصلاة الضحى، قال: فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. هذا كمثل ذلك البعث الذي أتى بغنيمة في مهمة قصيرة ورجع بغنيمة عظيمة. قال: الأعظم غنيمة من ذلك والأسرع من حيث الوقت هو من يفعل كمثل ذلك. هذا الحديث الذي أورده المصنف آنفا اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فمنهم من أعله برواية حميد بن صخر الذي ذكره المصنف، وهو كما قال: فإن من المحدثين من ضعفه ومنهم من وثقه، فمن وثقه حسن الحديث أو صححه، ومن ضعفه جعله أيضا من قبيل الأحاديث الضعيفة. نعم. أحسن الله إليكم. وأما حديث محمد بن إسحاق عن موسى بن عبد الله بن المثنى بن أنس عن عمه ثمامة عن أنس يرفعه: من صلى الضحى بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب. فمن الأحاديث الغرائب قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم، وتقدم أيضا هذا الحديث فيما قرأناه في كلام المصنف رحمه الله ليلة الجمعة الماضية، حديث موسى بن عبد الله بن المثنى بن أنس من أحفاد أنس عن عمه ثمامة عن أنس: من صلى الضحى بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب. في رواية الترمذي: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب، وهو مما ضعفه الترمذي بالإشارة إليه بقوله: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. أحسن الله إليكم. وأما حديث نعيم بن همار ابن آدم: لا تعجزني عن 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. وكذلك حديث أبي الدرداء وأبي ذر: فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها، والله أعلم. ختم المصنف رحمه الله بهذا الحديث، وهو أيضا مما تقدم بنا آنفا في المسند والسنن عن نعيم بن همار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل. فالحديث إذن قدسي. قال الله عز وجل: لا ابن آدم، لا تعجزني من 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. والحديث مختلف في إسناده كثيرا وصححه بعض المحدثين: لا تعجزني من 4 ركعات في أول النهار. حمله كثير من الشراح على ركعات الضحى، وأن من صلى 4 ركعات من الضحى كفاه الله عز وجل بقية يومه. كيف يعني كفاه؟ تولى الله أمره وكفاه ما أهمه وأمضى يومه ذاك محفوفا بعناية الله. لكن من أهل العلم
من رأى أن الأربع الركعات في هذا الحديث هي فريضة الفجر ركعتان وسنتها ركعتان، قال لأنه قال أول النهار، وأول النهار صلاة الفجر وسنتها، فحمل هذه الركعات الأربع عليها، وهو الذي نقله المصنف عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. تم هذا الفصل في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى، والأمر كما تقدم يا كرام في صدر المجلس، هي سنة لمن قوي عليها ومن فتح الله تعالى عليه بها، فكانت مما يحافظ عليها يومه في نهاره، فهو باب عظيم وأجر كبير، ومن لم ينشط لذلك ولا يقوى عليها فلا يدعن تعهدها ولو بين الحين والحين. لا يغلق مسلم على نفسه بابا من الخير إطلاقا، فمن عجز أو انشغل أو نسي فلا يغفلن أن يتعاهد نفسه بين الحين والحين ما قدر الله له من هذه الصلاة المباركة العظيمة التي جعلها الله عز وجل ذخرا لنا أمة الإسلام وبابا عظيما من الأجور والحسنات، نسأل الله الكريم من فضله. أحسن الله إليكم. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر واندفاع نقمة. هذا الفصل القصير الذي أتى به المصنف وشرعنا فيه في سجود الشكر، والمقصود يا كرام بسجود الشكر السجدة التي يسجدها المسلم شكرا لله عز وجل. شكرا على ماذا؟ قال على حدوث نعمة أو اندفاع نقمة. قال الشوكاني رحمه الله: أوليس العبد طيلة عمره تغشاه نعم الله عز وجل؟ أنت في كل لحظة تتقلب في نعم وليس في نعمة، إذن عليك أن تبقى ساجدا لله على الدوام. أما هو حق ربنا والله ونحن مقصرون، لكن ليس هذا المقصود بسجود الشكر. المقصود هو حدوث النعمة المتجددة التي قد تكون وقد لا تكون، وتأتي أحيانا دون أحيان. فإذا هذا يا كرام، هذه السنة التي نقرأ فيها الآن سجود الشكر، وجه من عبودية العبد الشاكر لربه. أنت إذا أتتك نعمة ففرحت، كيف تشكر الله؟ بإمكانك أن تقول الحمد لله بلسانك فأنت شاكر، وأن تخرج صدقة من مالك شكرا لله فأنت شاكر، وأن تستعمل النعمة التي فرحت بها وشكرت الله عليها تستعملها في طاعة الله فأنت شاكر. إذن الشكر أنواع يا كرام، يأتي سجود الشكر وجها عظيما من وجوه الشكر لله. لما؟ لأن فيه ذلا وخضوعا وافتقارا. فرحت بنعمة فتخر ساجدا لله، فإذا بك تحمد وتشكر حمدا وشكرا مصحوبا بذل وانكسار، كأنك تطلب المزيد، تقول يا رب عاجز عن حمدك طامع في مزيد فضلك، فتخر ساجدا شاكرا لله ولسان حالك يا رب زدني من فضلك. فإذا رآك الله في شكرك ساجدا واضعا جبهتك في التراب معظما لله، فيرضى الله عنك ويزيدك من نعمه وفضله. هي سنة كما سيذكر المصنف رحمه الله، تشرع هذه السجدة يا كرام عند حصول النعمة واندفاع النقمة. يعني ليس بالضرورة أن تحصل شيئا ماديا، نعم الولد إذا رزقته نعمة، الزوجة نعمة، المال نعمة، الصحة نعمة، وكل خبر يسرك تفرح به لنفسك لولدك لأحد ممن تحب، بل لأمتك أمة الإسلام أصابها خبر فرحت به وسررت فهذا نعمة. قال أو اندفاع نقمة، يمكن أن تكون النعمة التي تسجد فيها شكرا لله أن الله كفاك بلاء وصرف عنك غما ودفع عنك نقمة، شفى مريضك وأذهب همك وقضى دينك فاندفعت نقمة ففرحت، أو كنت تظن مكروها قد يصيبك لكن الله كفاك إياه بفضله. والمراد إذن النعم المتجددة. سجود الشكر على الصحيح من كلام أهل العلم لا تشترط له طهارة ولا استقبال قبلة، بمعنى أنه لا يلزم أن تكون متطهرة وتسجد في أي جهة كانت، ولا يشترط استقبال القبلة، هذا على الصحيح. ومن الفقهاء من ذهب إلى اشتراط ذلك كما في النافلة، فجعلوا سجود الشكر نافلة من النوافل لا بد له من طهارة،
واستقبال قبلة وتكبر قبلها الله أكبر، فإذا رفعت من سجدتك سلمت تسليمتين، لأنه يجعلونها نافلة ويجرون عليها أحكام النوافل. لكن الصحيح الذي عليه كثير من فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم أنه لا يشترط لها طهارة ولا قبلة ولا حتى ستر عورة. فالمرأة مثلا إذا أرادت أن تسجد شكرا لله لا يلزمها أن تتحجب وأن تلبس لباس الصلاة، فلو صلت كاشفة ذراعيها أو في بيتها بلباس بيتها سجدت شكرا لله صح ذلك منها، ولا يلزم تكبير قبله ولا سلام بعده. هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وردت فيه السنن الآتي ذكرها في كلام المصنف في هذا الفصل. أحسن الله إليكم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر أو واندفاع نقمة، كما في المسند عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. هذا يكاد يكون يعني أعظم أحاديث السجود، سجود النبي عليه الصلاة والسلام سجود شكر. الحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم. قال أبو بكرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. الحديث له شواهد وإن كان في سنده ضعف، لكن بمجموع شواهده يرتقي إلى الحسن، وهذا أصح ما في الباب الحديث الذي ساقه المصنف. إذا سجدت شكرا لله ما تقول في سجودك؟ إذا سجدت شكرا لله ما تقول في السجود؟ هل هو كسجود الصلاة؟ الجواب نعم، هو ليس فيه إلا أن تسبح الله وتملأه شكرا وحمدا لله، فإنما سجدت لتشكر. فإذا سجدت وقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله عدد خلقه، ثم ما أجر الله على لسانك من الحمد والثناء فاجعله. إذن لا دعاء مخصوص في سجود الشكر، تسبيح وذكر ودعاء وحمد وشكر واستغفار يجري مجرى سجود العبد في صلاته. نعم. أحسن الله إليكم. وذكر ابن ماجة عن أنس ابن ماجة وذكر ابن ماجة عن من غير تاء ذكر ابن ماجة عن أنس أحسن الله إليكم. وذكر ابن ماجة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر ساجدا. الحديث ضعيف وإن كان يشهد له عموم الحديث السابق، حديث أبي بكرة رضي الله عنه كان إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. وذكر البيهقي بإسناد على شرط البخاري أن عليا لما كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام همدانا خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان السلام على همدان، وصدر الحديث في صحيح البخاري، وهذا تمامه بإسناده عند البيهقي. صدر الحديث وأوله من رواية البراء بن عازب رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن، ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه فقال مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل. قال البراء فكنت في من عقب معه فأصبت أواق ذوات عدد من ذهب، يقصد أنه بقي رضي الله عنه مع علي. القصة هذا قدرها في صحيح البخاري، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث خالدا إلى اليمن للدعوة، فمكث فيهم قيل 6 أشهر، مكث يدعوهم فلم يقبل منهم أحد، فبعث في إثره عليا ليقوم مقامه، وأمر عليا أن يبلغ أصحاب خالد في من كان معه، من شاء أن يرجع مع خالد فليرجع، ومن شاء أن يبقى معي فليعقب فليعقب. فبقي معه مجموعة كان منهم البراء. وفي تتمة الحديث في إسناد البيهقي أن علي رضي الله عنه لما مكث فيهم وأقبل إليهم جعل يدعوهم، قال البراء فمكث خالد رضي الله عنه 6 أشهر، فلما
جاء علي قال دنونا من القوم خرجوا إلينا، فصلى بنا علي ثم صفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأسلمت همدان جميعا. قال فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يبشره، قال فلما قرأ الكتاب خر ساجدا، ثم قال السلام على همدان، السلام على همدان، يثني عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وموضع الشاهد فيه في إسناد البيهقي لا في القدر الذي أخرج البخاري أنه لما بلغه خبر إسلامهم وفرح خر صلى الله عليه وسلم ساجدا. نعم. أحسن الله إليكم. وفي المسند من حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد لله شكرا لما جاءه البشير من ربه أنه من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه من الأحاديث التي اشتعلت لها قلوب المحبين شوقا إلى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما أخرج الأئمة أحمد وأبو يعلى والحاكم والبيهقي والضياء المقدسي وغيرهم من طرق يحسن الحديث بمجموعها. قال عليه الصلاة والسلام فيما قال ابن عوف إني لقيت جبريل فبشرني وقال إن ربك يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه، قال فسجدت لله شكرا صلى الله عليه وسلم، فرح لأنها بشارة، والبشارة ليست له بل لأمته لأنها تنال بسببه صلاة ربها، ففرح لي ولك عليه الصلاة والسلام وخر ساجدا شكرا لله. فنحن والله أحق بالبشارة وأن نفرح بها، ومن فرح بهذه البشارة أخذها ونالها بحقها. أما فرحت بالبشارة التي بشر بها أمين السماء جبريل عليه السلام نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، إن كنت حقا مما فرحت بالبشارة فإنك والله لتكون حفيا بها. هي هذه من صلى عليك صليت عليه، قال ومن سلم عليك سلمت عليه، هو تماما كما أخرج أحمد والنسائي بسند صحيح من حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه، فقالوا يا رسول الله نرى البشر في وجهك، فقال إنه جاءني جبريل فقال أما يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا. في بعض الرواية قال قلت بلى، ففرح عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الحديث أنه خر ساجدا شكرا لله، فيا رب صلي وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصلي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. أحسن الله إليكم. وفي سنن أبي داود من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا 3 مرات، ثم قال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني 1/3 أمتي، فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني 1/3 أمتي، فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني 1/3 الآخر، فخررت ساجدا لربي. هذا أيضا من شواهد سجوده صلوات الله وسلامه عليه شكرا لربه. الحديث عند أبي داود في سننه وعند غيره أيضا لكنه ضعيف لضعف بعض رواته، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عائدا في رجوعه من مكة إلى المدينة في بعض أسفاره، قال سعد فنزلنا قريبا من عزوراء وهي منطقة بالجحفة، قال فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينزل ويرفع يديه ودعا الله ساعة يعني مدة طويلة، قال ثم خر ساجدا 3 مرات، فما درى الصحابة ما به، توقف في أثناء المسير ورفع يديه ودعا دعاء طويلا ثم سجد 3 مرات بين كل سجدة وسجدة دعاء، فأخبرهم فقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي يعني أن يغفر الله لها وأن يرحمها،
قال فأعطاني ثلث أمتي، شفعه الله في ثلث أمته. قال فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فأصبح معه الثلثان عليه الصلاة والسلام. قال فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخرة. قال فخررت ساجدا لربي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه، ذكره البخاري. أما قصة كعب بن مالك رضي الله عنه فالقصة الشهيرة الطويلة التي أخرجها الإمام البخاري في صحيحه في غزوة تبوك، لما تخلف من تخلف عن الغزوة من المنافقين وهم فئام، واعتذروا بأعذار واهية مكذوبة تخففا من المسير. كان الموسم صيفا والجو حارا والمسير بعيد من المدينة إلى تبوك، وكان أيضا وقت زرع وحصاد، وأهل المدينة أهل نخل وزرع، فشق عليهم اجتماع ذلك كله في الخروج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأما المنافقون فترخصوا والتمسوا الأعذار، وكلما جاء أحد تركه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم فضح الله شأنهم كما في سورة التوبة. وكان ممن تخلف مع المنافقين ثلاثة من الصحابة الكرام من أهل الإيمان رضي الله عنهم: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع. لكن الشيطان أقعدهم وهموا بالخروج فتباطؤوا، ثم انخذلوا فبقوا في المدينة فما خرجوا. ولما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء المنافقون يعتذرون، والله عز وجل قد فضح شأنهم، وأوكل النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم إلى ربهم. إلا الثلاثة هؤلاء فقد صدقوا واعترفوا بأنه لا عذر لهم، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بهجرهم وشق الأمر عليهم، فأمضوا على ذلك 40 يوما وليلة، منع أن لا يكلمهم أحد ولا يجالسهم أحد. وبعد تمام 40 أمر الثلاثة أن يفارقوا نساءهم، ليس طلاقا بل هجرانا أيضا، فأمر كل واحد امرأته بالعودة إلى أهلها، فازداد الأمر عليهم ضيقا. والأمر كما قال الله: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، فما وسعهم شيء في الحياة. بعد ذلك نزلت التوبة، واللفظ كما في صحيح البخاري قال كعب رضي الله عنه: فلبثت بعد ذلك 10 ليال، يعني بعد 40، حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن كلامنا. قال: فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، يعني أعلم الناس. فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. قال فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه. قال والله ما أملك غيرهما يومئذ، لكن من شدة الفرح. قال واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة، يقولون لتهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. قال والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره حتى صافحني وهنأني ولا أنساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله قال عليه الصلاة والسلام وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. قال وكنا نعرف ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم. فموضع الشاهد سجود كعب. إذن كان الصحابة أيضا يطبقون هذه السنة، إذا فرح أحدهم وسر خر ساجدا شاكرا لربه جل وعلا.
أحسن الله إليكم. قال: وذكر أحمد عن علي أنه سجد حين وجد ذا الثدية في قتلى الخوارج. وذكر سعيد بن منصور أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سجد حين جاءه قتل مسيلمة. ختم المصنف رحمه الله تعالى بهذين الأثرين، أحدهما عن علي رضي الله عنه، والثاني عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فيما كان في زمنهم من الخلافة من قتال والجهاد. عن علي أنه سجد حين وجد ذا الثدية في قتل الخوارج. وذو الثدية أحد رؤوس الخوارج الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما يكون من شأنهم من المروق من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. سمي بذو الثدية لأنه كان مخدج اليد، يعني كان خلقة يده فيها نقص، وفي يده مثل ثدي المرأة، على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي، عليها شعيرات. فإذا وصف قيل ذو الثدية. فلما وجد مقتولاً في حروب علي رضي الله عنه في قتل الخوارج فرح، لأنه تيقن ببشارة جاءت في بعض الأحاديث لمن يكون مقتولا في مثل هذا الوصف، فسر بذلك فسجد. وكذلك في حديث أبي بكر فيما أخرج سعيد بن منصور مرسلا عن أبي عون الثقفي قال: سجد أبو بكر حين جاءه فتح اليمامة في قتال المرتدين وقتل مسيلمة الكذاب، فسجد شكرا لله تعالى. وهكذا تفرح أمة الإسلام بأخبار النصر وبشارات التمكين وبهزيمة الأعداء وكسر شوكتهم. تفرح الأمة لأن نصرا من الله أتاها. فنسأل الله جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل لأمة الإسلام بفرج قريب ونصر عاجل. اللهم كل عبادك المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء يا حي يا قيوم، واجعل لها من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفق ولاة أمرنا يا رب لكل خير وهدى وسداد ورشاد. أصلح لهم النية والبطانة والقول والعمل يا سميع الدعاء. اللهم بشارة من عندك تفرح بها قلوب عبادك المسلمين بنصر أمة الإسلام وتمكينها وكسر شوكة أعدائها يا رب كل عبادك المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا في فلسطين وغزة والسودان وفي كل مكان. إله الحق يا سميع الدعاء، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم بشارة من عندك تفرح بها قلوب عبادك ويزدادوا إيمانا وطاعة لك وإخباتا يا حي يا قيوم. تم فصلنا في مجلس الليلة بفضل الله، وفي ليلتكم وجمعتكم غدا متسع وبقية باقية لمن استكثر من صلاته وسلامه على نبي الأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى عليك إلهي كلما بسمت لنا الحياة بأخبار المسرات، صلى عليك إلهي كلما صدحت تلك المآذن ترنو للسماوات. اللهم صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بكثرة الصلاة والسلام عليه من أصدق أمته له حبا، ومن أشدهم منه يوم القيامة قربا. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأكرمنا بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.